اليوم من جديد نتحدث عبر شاشة الإخبارية السورية ونطمئن أهالي مدينة حلب بأن طريق أمية هذا الطريق باتجاه خناصر مدينة حلب هو آمن بفضل قوات الجيش العربي السوري وهو لم يشهد أي وصول لعناصر تنظيم داعش الإرهابي. سوف أنتقل مباشرة إلى بعض المدنيين المتواجدين معنا على هذا الطريق. يعطيك العافية. منين جاي حضرتك؟ والله من طرطوس. الحمد لله على سلامتك. كيف كان الطريق؟ والله آمن والحمد لله بقوات الجيش العربي السوري والله يديم الأمن والأمان. السيارات كلها وراي هلا بتشوفوها بعينكم يعني. الامور كثير جيده. الطريق تمام الحمد لله، الوضع كويس، الطريق تمام. الله يحمي الجيش ويقوي الجيش يا رب. كان هنالك عمليات هجوميه من قبل التنظيم باتجاه تلال، هي واقع شمال الطريق. انا اتحدث عن بالتحديد عن مناطق ريف حماه الشرقي وادي العزيب باتجاه الشيخ هلال. ايضا الجيش العربي السوري استوعب هذا الهجوم وقام على الفور باسترداد النقاط والتلال، ومن قبل هذه التلال تم تامين عوده فتح الطريق. واليوم بكل ثقة نتحدث بالثقة التامة لأبطال الجيش العربي السوري حامين هذا الطريق بأن الطريق آمن. نطمئن أهالي مدينة حلب بأن كل المستلزمات هي تدخل هذا عبر هذا الطريق إلى هذه المدينة الصامدة، المشتقات النفطية وغيرها من المواد والمستلزمات المعيشية التي تخص المواطن الحلبي تعود إلى مجاريها عبر الطريق. ونطمئن أهالي حلب بأن الطريق لم ولن يصل إليه المجموعات الإرهابية المسلحة وتنظيم داعش الإرهابي لطالما أبطال الجيش العربي السوري متواجدين عليه. وليد هناي، الإخبارية السورية من طريق خناصر إثريا باتجاه حلب وباتجاه باقي المحافظات الأخرى.